في إطار حملة رمضان العطاء، أقامت مؤسسة الصالح الاجتماعية للتنمية مشروع المساعدات الغذائية للأيتام، مستهدفة 800 أسرة محتاجة في أمانة العاصمة. على مدار العام تظل مؤسسة الصالح الاجتماعية للتنمية هي السباقة دوما في تقديم العون والمساعدة للأسر الفقيرة والمحتاجة رغم الأوضاع الصعبة التي تمر بالبلد، إلا أن واجبها الوطني لم يثنها عن مواصلة جهودها الخيرة وبذل المزيد من العطاء لأبناء الشعب بدون استثناء. نشكر مؤسسة الصالح على تفاعلها معنا ونشكرها على تقدمها معنا في الكفالات والمواد الغذائية في غير رمضان أو في رمضان. 800 أسرة محتاجة من أهالي الأيتام استهدفتهم حملة رمضان العطاء التي تقيمها المؤسسة ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية للأيتام، والذي بلغ عددهم 4000 يتيم ويتيمة من تشملهم المؤسسة وتقدم لهم الرعاية الكاملة. استفدت أنا من المؤسسة ومن قبل، ولا زالت المؤسسة بتصرف للآن مستمرة رغم العلي الديوان على اليمن والقصف، ولا زالت المؤسسة بتصرف للناس الضعفة والمساكين والحاجة الأسر المستضعفة. المستفيدون من المواد الغذائية ثمنوا الدور الإنساني لمؤسسة الصالح وما تقوم به من مشاريع وأنشطة خيرية، معبرين عن شكرهم لرجل العطاء الأول الزعيم علي عبد الله الصالح وعلى اهتمامه بالأيتام وحرصه على الوقوف لجانبهم وتخفيف معاناتهم. أنا أشكر علي عبد الله صالح وأشكر مؤسسة علي عبد الله صالح، والله يجزي ألف خير ما دام هو بيقوم بواجبنا علي عبد الله صالح في الأيتام والأرملات، الله يجزي خير والله ينصر على من عاده. مؤسسة الصالح الاجتماعية ناشدت المنظمات المحلية والدولية ورجال المال والأعمال وفاعلي الخير إلى دعم أنشطة المؤسسة وكذا تقديم العون والمساعدة للأسر الفقيرة والمحتاجة، خاصة في ظل ما تشهده اليمن من أزمة اقتصادية خانقة وأوضاع إنسانية صعبة. لطيف الفقيه، اليمن اليوم.